ولد ناصر بن مرشد حفيد مالك بن أبي العرب حاكم الرستاق ولادة مجيدة. نشأ ناصر يتيما، كان يطيل التفكر من صغره، وقد فتح الله ذهنه فطالع في التاريخ والفقه وشتى العلوم. وكان ناصر ربيب الشيخ خميس الشخصي الذي كان يلهمه ويعلمه مما أوتي من علم. اسمع يا ناصر، عمان ذات قوة وهيبة. كان ناصر الطفل ذا خفة وفتوة، ونشأ على العلم والقوة، فكان يتدرب حمل السيف وتعلم فنونه وحيدا. معالم البطولة تملأ ملامحه. بعد سنين يكبر ناصر بن مرشد وهو يخفي بداخله سرا عظيما، وفي ذهنه هدف منشور. كان الاحتلال البرتغالي لا يفارق مخيلة الشاب اليافع، وهو ينظر ما فعله العدو في أرض عمان. عيناه عين صقر، إنها ترمق العدو فلا تخطئه، إنها ستصيبه. كعادتك يا ناصر، رمية لا تخطئ الهدف. يا شيخي خميس الشقصي، اعلم عندما يحلق الصقر في عروش السماء فإنه لا يبصر شيئا من الأرض سوى الهدف الذي يريده. ولدي ناصر، وقع في عمان ما تعلم من التشريد والضياع. لقد اجتمع كبار سمائل وعلماؤها على مبايعة إمام يزيل الغمة عن هذه الأمة، فاشتد نزاع القوم في من يولي أمرهم، فهم يريدون إماما يستعيد لهم عمان. فأشرت عليك، فقالوا جميعا: ما علمنا أعلم ولا أزهد ولا أشجع من ربيبك ناصر بن مرشد، فما تقول يا ناصر؟ يا قوم، أقبل ببيعتكم لي على الطاعة المطلقة، ولعل الله فاتح على يدي ما عجز عنه سواي. ما عقدنا الإمامة لك إلا لأنك أهلا لها، ولما عرفناه عنك من حزم وعلم وسداد رأي. وهذه قبائل عمان مطيعة لك. إذن اعلموا أنكم تجابهون قوة عظمى، قوة تملك زمام الهند وأفريقيا والعالم، ولا قبل لنا بمواجهة عدونا البرتغالي ونحن نعيش هذا التشتت. سوحد عمان لتكون تحت راية واحدة، فهلموا معي يا أهل عمان. بدأت في لملمة قبائل ومناطق عمان لتكون تحت كلمة واحدة، فبعثت إلى رؤوس قبائلها ونصحتهم، وبعدت عن الدماء إلا من عاند ونأى عن الصف، فكنا له السيف الحاسم والرمح الطاعن. فلا بد أن تتوحد عمان مهما كلف الأمر. يا إمام عمان، بعد سنين طويلة من توحيدك عمان، لقد دانت لك البلاد والعباد، وأصبحت عمان تحت حكمك وتحت راية واحدة. وهي الحرب في داخل عمان قد وضعت أوزارها وارتحنا من همها، أما آن لنا أن نرتاح؟ أو تسمي ما مضى حربا؟ لا، الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد، نحن في نهاية البداية وحسب. توحيد عمان هي الوسيلة يا ابن عمي سلطان ابن سيف، والغاية هي طرد العدو المحتل. زينور يا قائد الحامية، إن عيوننا تحمل نوتيسيا أخبارا لك. لقد توحدت جل عمان تحت حكم قائدها الأعظم الإمام ناصر بن مرشد، وإنه يعد جيشا زخما لطردنا من مسقط. نحن أقوى إمبيريو، سنريهم من هم برتغال. اطلبوا مساندة عسكري وزودوا حامية برتغالية بمؤن وبريزون والبارود. نحن هزمنا كل أحد، نحن أقوى جيش، جهزوا الجيش. وحد ناصر بن مرشد عمان
وخضعت تحت إمره. عندها قويت شوكة عمان، فزحفت عمان بجيشها القوي نحو البرتغاليين مستخدمين أسلحتهم العمانية المتطورة. وقلوب العمانيين لا ترى سوى النصر. صار جيش عمان يدك حصونه، فحمي وطيس الحرب، وأخذت تفتح حصون العدو حصنا بعد حصن، وتتكفد الإمبراطورية الغازية خسائر فادحة. وبدأت قوة المحتل بالوهم والضعف، واستسلمت له حصون لطالما احتمى بها البرتغالية. كل ذلك أدى إلى طلب البرتغاليين الصلح من الإمام ناصر بن مرشد، فصالحهم الإمام على أن يرجعوا صحار وأموال أوقاف الشيعة التي استولوا عليها في صحار، وأن يدفعوا جزية سنوية لعمان مع إلغاء الضريبة المفروضة على العمانيين. هذه الهدنة كانت نصرا سياسيا لعمان، ففتح الإمام ناصر بن مرشد جل عمان، فما بقي منها سوى مسقط المنيعة بالعدو ومطرح. فبات يتحقق حلم الإمام ناصر بن مرشد بتحرير عمان كاملة. ناصر بن مرشد العربي، مؤسس دولة اليعاربة.